دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في نوبة بكاء على الهواء معتذرة للمشاهدين على إساءتها الأخيرة لمصر خلال حفلها الأخير في البحرين، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة الجمعة 22 مارس 2019 من برنامج الحكاية عبر فضائية الـ MBC مصر: أنا غلطانة وبتأسف لكل إنسان زعلان مني، حقكم عليا، ببكي مش بستعطف الناس. وأضافت: أنا بحب بلدي وأنا زيكم وأنا أبسط مما تتخيلوا، طيبتي زايدة وآسفة لو كنت ضايقت حد، سامحوني مش عارفة أرتب أفكاري. وتابعت: آسفة إني بهزر مع الناس والمفروض أحترم نفسي وكياني، وعمري ما وقفت في مكان غير وأنا حابة الناس اللي فيه وعاوز أقرب منهم. أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن انزعاجها من الأخبار المنتشرة والتي تروج لإساءاتها لمصر، داعية الجمهور لعدم الالتفاف إلى الأقوال المكتوبة أو المقطوعة من سياقها والتي اعتبرتها عادة يحرص عليها المتربصين بمصر. وتأسفت شيرين في البيان الذي طرحته اليوم الخميس 21 مارس 2019 قبل قليل أن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من مقدم برنامج معروف بمواقفه العدائية لمصر. وطمأنت شيرين جمهورها إلى أنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، لافتة إلى أنها كلفت محاميها الدكتور حسام لطفي بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها بعدما عجزوا عن إيجاد الشهرة في مجالات عملهم. وانتهزت شيرين الفرصة للتأكيد على رفضها المزايدة على حبها وانتمائها وولائها لمصر وتقديرها الكامل للجهود المبذولة من حكومتها ورئيسها لدفع مصر إلى موقع الريادة لتحتل المكان التي تستحقها عربيا ودوليا. وده البيان اللي كتبته شيرين عبد الوهاب وقالت فيه الكلام ده النهارده. ومن ناحية أخرى قال المحامي سمير صبري أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات عن تهم نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتسريب معلومات كاذبة لمنظمات مشبوهة تعمل ضد الدولة. تهم تودي السجن 10 سنين. شيرين عبد الوهاب مطربة مصرية تعد واحدة من أبرز وأشهر المطربات على مستوى مصر والعالم العربي، حيث نجحت في فترة وجيزة من خلال اختياراتها المتميزة وإحساسها الصادق أن تكسب حب وتشجيع قاعدة عريضة من الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي. تتكون عائلة شيرين من الأب سيد محمد عبد الوهاب، الأم كريمة، الأخ محمد سيد محمد عبد الوهاب، الأخت إيمان سيد محمد عبد الوهاب، وهنا مع أختها ومع والدها والدتها. ده محمد شقيق شيرين عبد الوهاب، ده أخو محمد شيرين عبد الوهاب، ده محمد عبد الوهاب. مع العلم أن شيرين هي الأخت الكبرى ويليها أخوها محمد ثم أختها الأصغر إيمان. هذه صورة لأخت شيرين الصغرى إيمان، وصور خاصة جدا تجمع بين شيرين ووالدتها. دي والدة المطربة شيرين، وديت صورة تانية معاها، صور متفرقة جميلة مع والدتها. شيرين في الحب صادقة عندما تحب، تحب بكل قوتها وبكل إحساسها. أول تجربة لها في الحب كان زواجها من مدحت خميس اللي هو زوج رويدة المحروقي حاليا، وانفصلوا بسبب عدم التوافق وقرروا أن يصبحوا أصدقاء أفضل، حيث لم يكن لدى شيرين الخبرة في الزواج لأنها كانت صغيرة. وبعد مرور السنين تقابلت مع عصام رجل الأعمال، ومع الأسف لم تكتمل قصة الحب التي كانت بينهم لعدم توافقهما مع بعضهما. ثم تزوجت عام 2007 من الموزع محمد مصطفى وأنجبت منه طفلتيها مريم وهنا، ولكنها انفصلت عنه عقب زواج استمر حوالي 5 سنوات.
هنا مع محمد مصطفى وبنتها، وهنا صورة تانية ليها مع زوجها، وهنا مع مريم وهنا بنتها من محمد مصطفى، صور جميلة مع ابنتيها مريم وهنا. شيرين في كل حديث صحفي خلال سنوات زواجها كانت تؤكد حبها لزوجها، وآخرها التصريح الذي قالت فيه: إن زوجي أحلى حاجة في حياتي. وكان زواج شيرين من محمد مصطفى، والذي تم قبل 5 سنوات، مفاجئا كما الطلاق، حيث ذهب محمد ليلا إلى منزل أسرتها طالبا يدها، فوافقت، إلا أنه أصر على أن يتم عقد القران في الليلة نفسها، فاتصل بالمأذون لتكون مراسم عقد القران فجرا في منزلها، ولم تحظى شيرين بحفل زفاف. يعني زواج غريب من محمد مصطفى. نيجي بقى لنصر محروس وشيرين. نصر محروس هو منتج ومخرج وصاحب شركة إنتاج فري ميوزك، وهو الذي اكتشف شيرين ووقف بجانبها لكي تقول آه يا ليل ويعرفها جمهورها. أيضا وجه من ناحية أخرى زوجها الأخير بقى اللي هو حسام حبيب، حيث وجه والد الفنان حسام حبيب رسالة لزوجة نجليه الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عقد قرانهما السبت أبريل 2018. ده حسام حبيب مع مراته، وكان هو أول من أعلن عن ارتباطهم، ونشر حسين حبيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورته مع شيرين عبد الوهاب من حفل الزفاف، وكتب عليها معلقا: حبيبة قلبي، سعيد بيها دلوقتي، عندي بنتين ويا روح قلبي، نورتي دنيتنا وجددتي فرحتنا. ارتبط حسام حبيب في عام 2012 من فتاة من خارج الوسط الفني، وهي ابنة أحد أعضاء مجلس الشعب المصري. دي كانت مراته الأولانية، وشيرين هي مراته الثانية. ده حسام حبيب مع زوجته الأولى اللي قبل شيرين عبد الوهاب. واقتصر الحفل حينها على العائلة والأصدقاء المقربين فقط، مع تحفظ حسام حبيب بعدم نشر أي من تفاصيل حفل زفافه. واستمر الزواج لعامين فقط، وانتشر بعدها خبر طلاقه رسميا. بعد كده اتجوز شيرين عبد الوهاب. من ناحية أخرى، كان قد أكد مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب موافقة طليقها الملحن محمد مصطفى على زواجها من المطرب حسام حبيب. هنا مع محمد مصطفى اللي على اليمين، حسام حبيب على الشمال. بعدما توسط حسام حبيب لتزويب الخلافات بين الطرفين، وقدم الدعوة لمصطفى للمشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب بحضور ابنتيه مريم وهنا أثناء تواجدها في الأردن، وهو ما فسره البعض وقتها بأنه مؤشر على عودتها إليه. ولكن الحقيقة أن حسام حبيب كان يمهد الطريق لإعلان الزواج دون أزمات مع أبو البنات. في صورة والد البنات مريم وهنا. وتتبقى أزمة واحدة دون حل، وهي إقامة طليق شيرين بنفس المنزل. ويذكر أن الموزع والملحن الموسيقي محمد مصطفى خرج عن صمته في تصريحات صحفية سابقة، ووضح سبب انفصاله عن المطربة شيرين عبد الوهاب بعد أن أنجب ابنتيهما هنا ومريم. قال إيه بقى وهو بيفسر سبب طلاقه من شيرين؟ قال مصطفى في إحدى الجلسات الفنية لبعض أصدقائه أنه يستغرب مما يردده البعض بأنني ظلمت شيرين عبد الوهاب بطلاقي منها، لكن لابد أن يعلموا أن هناك أسبابا ودوافع لذلك. وأضاف مصطفى أن السبب الرئيسي للانفصال هو عدم التوافق الفكري والثقافي بينهما، حيث أن أسلوب الحياة الذي يعيش به مصطفى مختلف كل الاختلاف عن حياة شيرين الفنية التي تحتم عدم التواجد لفترات طويلة بالمنزل، على عكس شخصيته حيث يحب الهدوء وعدم تصدير الأزمات، وأن تكون زوجته بجانبه
أغلب الأوقات، وتبع أنه حاول أن يتأقلم مع الوضع، لكنه وصل إلى مرحلة متأخرة كان لابد من القضاء عليها بالانفصال مع الحفاظ على الصداقة التي بينهما، خاصة وأن له طفلتين منها اللي هما مريم وهنا. يذكر أن شيرين نشرت صورة لها مع حسام حبيب في حسابها عبر انستغرام، أرفقتها بتعليق: فيك من طبعي، فيك من روحي، فيك كل اللي بتمناه. أنا مع حسام حبيب. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.